مشاهدي صوت الصحة التونسي، مرحبا بكم أينما كنتم. اليوم فريقنا تحول المرشي باب جديد بسوسة، حركية اقتصادية، تجار وأيضا باعة يتشكاو المرة هذه من ارتفاع أسعار الأسماك. ما نحكيش على المواطن، خاطر مستأنسين ديما ننقلوا تشكيات المواطنين حول ارتفاع أسعار المنتوجات السمكية. اليوم التجار في صيحة فزع. لمزيد من التفاصيل تابعونا في الربورتاج التالي. صباح الخير نهارك سعيد. صباح الفل والياسمين ومرحبا باختي. قداش صباح اليوم ولد البحر في مرشي باب جديد سوسه؟ اليوم كل شويه حوت، على كل حال الليمات هذه يبدا من شهر جانفي حتى لاخر فيبري يبدا الحوت بقله، شهرين هذوما كل عام كيف باقينا. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دخول مارس دخول الطقس اللي ما شاء الله. هو اول حاجه ما فماش حوت يا مدام، شويه شويه فلوكة تخرج لك بخمسة ستة بحرية، تجيب لك ثلاثة أربع قدرات وكل القشارة كل أي واحد يحب يخلي يطلع الحوت شوية، فهمني؟ بقينا حوت بالنسبة مش حوت، حوت مناسب، أسوام غير قانونية داكورد أنا مش معاك، فهمني؟ التريلة هذه كانت تتباع حتى ل 8000 9000 ولات حتى ل 18 و20000. الولاتة زاد فما شوية ولاتة كان مش ربي يسخف علينا المواطن على العرب بالمواطن الولاتة المربية. ما كانش الانسان ينجم ياكل حتى كعب، وان شاء الله ربي يقل العاقبه، ان شاء الله يقل العاقبه، ان شاء الله فما كان الخير والحمد لله ونعم بالله. عايشك بارك الله. ما عنديش حتى مزيه ونشرف بخت، ان شاء الله ربي يبقى علينا ستر، ان شاء الله الحكومه هذه نتاعنا تتصفى، خاطر هي اللي قاعده مهيجه العرب. العباد ما يطلع بشر يا مدام، اللي تبكي له يبكي لك، بصراحه جيت تو تعذر راهو بكل احترامات ليك والله العظيم. ماشي بربي تو يخلص في 500000 ومش قلب، عنده ثلاثة أولاد يقراوا، عنده مرته مريضة هو مريض، مش معقول الدنيا ما عادش هي ولا سختي. الله يقل العافية ومرحبا بكم ونتشرفوا بكم. فاش تبيع أنت؟ عندي عصفور نحطه في السقف ويبيعوا فيه في باب جديد. قداش العصفور هذا؟ قداش؟ ب 12 لمية. بيع برشا عصافر ولا شوي؟ باش نبيع برشا. شو اسمه العصفور هذا؟ زي عصفور زيتون. زيتون عندكش كلمة باهية لنا نحنا؟ علاش كلمة باهية؟ على خاطر العصف. كلمة باهية خاطر العصف. صباح الخير. شنو رايك في اسوام الحوت؟ ياسر غاليين، ياسر غاليين، بلاد الحوت وما فيهاش حوت. سردينا ب 5000. والله ما نعرف، ياسر سي ترو سي ترو. بالنسبة للمواطن العادي ما عادش يقدر على سوم الحوت. ما يقاش اخضر على حتى شيء، مش سوم الحوت برك، لا حوت لا دجاج لا لحم، سي ترو. بارك الله فيك. تفضل. نهارك سعيد. وانت يسعد لي اياك. قداش صبح عندك الحوت اليوم في مرشي باب جديد؟ سوم رخيصة. اعطيني كل حاجة قداش سومها؟ عندنا الشلبة هذيك ب 9000، عندنا الراس كاس هذاك ب 12000، عندنا السردينة ب 4000، عندنا قاروس بحري ب 20 دينار، عندنا السر ب 20، عندنا تريلي حجر ب 22 دينار. كاو؟ ترى في الأسواق مناسبة، معناها في مقدور كل تونسي ولا معناها الشهر التونسي نجم يشري كيلو السردينة ب 5000، ترى حاجة مناسبة اللي هي السردينة تسمى أقل حاجة معنا. كل واحد وشنو ميزانيته، فما اللي يشري فما اللي ما ينجمش. كيلوغرام الحوت توا حاليا يتراوح بين 10000 وبين 12 دينار و 15 دينار، هل المواطن التونسي نجم؟ قليل قليل اللي فما ينجم يشري. وعلاش هالارتفاع هذا المشط لاسعار الاسماك؟ بالحق المده الاخيره المواطنين ديما تتشكى من الارتفاع، توا عندها شهرين تقريبا سوام الحوت طالعه. اش منا من البحاره الفلايك، فما فلايك تسرح وما تجيبلكش بزايد، ما تلقاش باش تخلص الخدمه نتاعها، المواطن تلقاش باش تبيع الحوت غالي. امكانيه من هنا قبل رمضان الاسواق نتاع الحوت تستقر وترجع كيف العاده؟ ان شاء الله فما امكانيه. بارك الله. عايشك. نور ونهارك سعيد. صباح النور. صباح عندك ولد البحر اليوم في مرشي باب جديد. والله حط البحر انا اسوام معناها فهمتني. كل حاجه اعطيني سومها. دنديق وكعبه جغالي فهمتني كذا على 25 دينار، موش غالي.
ولا تمر ب 15 دينار قريت ب 25 ب 23 برك شو باي السياج ب 18 دينار ماهوش غالي ما سي با شير يباعو فيه ب 20 وهذيك مرقه نتاع حوت تاع 8000 فرنك شلبه وكذا واحد فهمتني ولا سوا ماني ابرك شويه مش معناها لك 20 دينار و 12 دينار ولات اسوام في المتناول توا حاليا بالنسبه للمواطن التونسي لا مش 20 دينار متناوله معناها فهمتني غالي سي شير بقينا ما فماش الا غالب معناها هذيك جايه ثم حوت وبحار يعلم بها ربي كيش تخدم في الحوت فهمتني كيش يطلعوا فلوكه يجيبوا في البحر فهمتني ما يلقاش كيش يصور فهمتني لازم نبيعوا يبيع بالك تم ربي برك هو شوف فيها الاسواق معناها ماهوش غالي اقبال فما اقبال ولا لا؟ والله فما شويه اقبال شويات مش برشا معناها فهمتني ماشي يقبل فهمتني تو معناها ديما التالي ولينا تشوف فيها السلعه تشوف فيها توا ديما التالي ولينا اما ان شاء الله نقولوا ان شاء الله من احسن افضل احسن وبارك عايشك بارك الله فيك نهارك سعيد عايشك بارك الله فيك عايشك مع الخير مع خير عندك شي حاجه تحب تقولها للمسؤولين ولا حويت معناها في مرشي باب جديد عندي برشا حاجات لكن اللي عندهم برشا فلوس يتطوعوا مسالش يعطيوا شويه للزواوليه ويعاونوا العباد والله عجبني هكا نتاع اللي عامل هذاك خليل تونس برجوليه هذاك عمل العمله ما يعملها حد برجوليه في تونس صح عليه بصحته عندي نلقاو في توسيعات فما توسيعات في مرشي باب جديد شنو باش يعملوا لكم؟ لا ان شاء الله باش يزيدوا نصب قالوا تو نعطيوكم وان شاء الله ربي يسهل وكو انا يا بن عن جد انا بابا من عام 80 يبيع في الحوت قداش صبحت اليوم اسوام الحوت في مرشي باب جديد؟ لا الاسوام كاسحه شويه وكو برا ما فماش السلعه خاطر ناقصه السلعه ولا 24000 فهمني الحصيره ما فماش وان شاء الله الايامات الجايه يكثر الحوت 24800 معناها 25 دينار تراها اسوام في المتناول الحوت غالي ما الدخاليه الحوت غالي ما الدخاليه شكون هما الدخاليه؟ الجماعه رخصه انا عنده شيء يحل في حانوت ويجي ويجي يزيد يزيد معاك في الديوان واحد عنده 40 سنه بالخدمه هذه الحوت هذا عمره ما عمري مريتوني بس الاسوام هذه بصراحه الناس اسمعني هذاك يبجل على هذاك معناها عنده الفلوس لا عنده فلوس يزيد يكسر راسه ما عندوش فلوس يروح على روحه الزوال يموت اوكي نورمالمون هذه الاحوان اللي مسيبه ما غير بعدين ما غير حتى شيء هذيك يوصل يوصل الوكالي غالي يوصل الوكالي غالي راهو لازم رقابه صحيحه فما ناس تخدم رايحه تخدم صحيحه يوصل الوكالي رخيص المعيشه ترخص خاطر كان المسؤولين اللي يحطوهم يتلهوا بالصحيح ها تو كل شيء يتصلح بالبلاد راهو عسلامة عسلامة مرحبا نقول لك حاجة أنا نحب نحكي معاك في فقرة وصل صوتك أنت كحويت شنية مشكلتكم؟ تواني نخدم صانع معنا عندي ثلاثة صغار ونخدم صانع معنا ب 10000 و 15000 مازالوا عايشوا هذوما كل شيء غالي معناها فهمتني كي تشوف فينا من الصبيح من 6 نتاع الصبيح تقوم معناها مش تخدم وتنكل وتتعب ونقول لهم اللي شادين الكراس يخافوا ربي وكاو فهمتني خافوا ربي فك الزوالي راه فهمتني ما يمدوهمش راه فهمتني والله كي يبدا مال قارون اخرتها ماده معناها خافوا ربي فك الزوالي يرحم والديك ورخصونا في المعيشه فهمتني طلب في ربي ماكش فيكم انتم اما احكموا بالعدل وكاو سويم الحوت ترى فيها مناسبة غالية ياسر غالية السردينة ب 5000 ب 6000 الزوالي معاش خالط على حد شيء الشعب ما مش يعيش على حشيشة اش باش ياكل الدجاج غالي الحوت غالي اللحم غالي اش باش ياكل العبد خليتونا نعيشوا كيك شنو هي معناها اخرتها شنو ومن بعد اش باش تعمل خافوا ربي يا ودي خافوا ربي راهو ثم ربي راهو ماكم تتفرجوا ياكم مسؤولين اخي تفرجوا ما كنتش تتفرجوا على المسلسلات نورمالمون مسلسل ارطغرل هذاك يكون تاريخ هذاك اعملوا حتى طريف منه طريف منه هكا للزوالي ويرحم والديك مصباح انا عندي راهو دائما عندي تاريخ مع اس تي في ساحه تي في مش حتى في مقيم برا في بلجيكا كوليك مرحبا بك وبيك عايشك عندك سؤالات مسألني اهم سؤال انت عملت دوره في مرش الحوت في سوسه باب جديد شنو رايك في الاسوام انت مقيم البرة وتعرف تقريبا الاسوام هذه نقاوها البرة مش في تونس ايوه بالحق خاطر غادي يعني ثم اسوام بالنسبه ساعتها ارخص حتى من تونس يوصل قاروس ارخص مثلا تمشي تاخو دوراد هذاك الوراطه تاخوها من جرام مارشي معناها سوبر مارشي ولا كيما كارفور ولا غير الحاج تاخذ كعبتين وكعبه ثلاثه بلاش يحسبك شيء تقدم التريلي تقاسد توصل معناها ب 5 كورو 4 كورو يعني تريلي يعني مش واحدة كل للاسف هنا في سوسه موجود كل الخيرات وكل شيء لكن الصوم بالنسبه تو انا ما نحسهمش بكي نصرف 1000 اورو شيخ باكم الفو مي المساكين هذوما الناس حصانات ونخسر كان بعد الدور لكن ما يشرو حتى شيء وشوف شوف طرف سردينه طرف حاجه ضم يا اخو لكن مش الكل مش اخو فهمت كيف ماهوش في متناول الزوال الجميع هذا معناها تونس معناها
سوسة بلاد باهية، وأنا أصل معناها من فيذا، ولكن حياتي كاملة في سوسة، ونعرف ما كانش الشيء هذا، هذا ياسر من بعد الثورة بكل صراحة. الأشياء معناها طلعوا طلعة واحدة، ما فهمش شنو المشكل، شنو اللي واحد اقتصادنا طايح، أمورنا ماهياش باهية، الأمور ماهياش باهية بكل ما تعجبش. رغم اللي شيء أسفني أنا كتونسي، 45 برا سنة من هذا، اليوم خذيت لانتريت، نحب نعيش في بلادي، نحب كل شيء الأغلب الوقت، نعدي ثلاثة أربع شهور هنا، كي نشوف هنا المسكين، والله ساعة ساعة شيء معناها الإنسان ما عادش ينجم، ما يحللوش، لأن الشيء اللي وصلناه تويكا في تونس ماهوش معقول هذا، مش معقول. كل الحكومات واللي كان يزيد بدور وب 10 فرانك وهذا كل يوم ديريكت موت تاك تاك شنو قال شنو الواحد شنو، وين الدينار اللي كان قوي؟ وين الدينار اللي كان قوي في عهد الغنوشي وفي عهد وقت الزين شو اسمه الزين وفي عهد بورقيبه ودول الكليك؟ اليوم احنا من جهه الثوره في بالهم العباد جاتهم الثوره باش يعني تتحل الامور، لكن للاسف الشديد معناها اللي كان غارق زاد غرق، واللي كان عالي هبط، واللي كان متوسط زاد طاح، ولا لازم تقول بحيث الفئات معناها ما عادش فيها حتى شيء. نتمنى من على تونس ان شاء الله في العام هذا ان شاء الله الخير، وان شاء الله لتونس ان شاء الله يا ربي بندع دائما للبلاد. انا كنت في العمره تو اخيرا كنت نعيط للتوانسه نقول لهم عيطوا على تونس، عيطوا 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 باش ربي يرحمنا باش ربي يعطيكم كليك، وان شاء الله ربي شو اسمه يكون معنا كليك. شكرا لك بالسلامه. صباح الخير. نهارك سعيد ومرحبا بكم. نحب نسالك على حاجه، اسباب ارتفاع اسعار الاسماك. اسباب ارتفاع الاسماك هذه من الهبات اللي بعد اللوطه في الجروب. تسمعي فيا، يحط خزر الحوت يقول 20,000 30,000، ما يقولش باب الله، وتشري ولا تخلي غادي، ما تقلبش لي شوا زاد كيف كيف، بوها على خوها نتاع دينار ونتاع 2000 ونتاع 3000، تقوه بالسوم اللي يحب عليه، هاو كيفاش يوصل الوطن؟ احتكروا، هما المحتكرين القروع نتاع السوق، ما احنا نربحوا في دينار وفي 500 في الكيلو، هون الوراطة تو طلعت ب 12,000 الوراطة، نربحوا في 500. 500 يشري على زوج عائلات وثلاث عائلات، حتى شد الهبات اللي يصور 5 ملايين في النار، اما القشار هاو صباتي كيفاش؟ ما قعور ما خلطلوش قشار نتاع حوت، ريت كيفاش الحاله؟ احتقروا القرو، الناس اللي عندها المال تقتل بالزوالي، هذاك باش شدوا كيفاش الشيء؟ ما احنا موتى بالحياه، محكومين عنا من الهرب الزين واحنا موتى احنا التو. مرحبا بكم، عمر عجاج. أنا مستلزم سوق الحوت سوسة الجملة. فما تحسينات في السوق، فما أشغال، شنو هي الأشغال هذه؟ والله تحسينات، هما صارت فيه تحسينات قبل وماهياش معناتها ما لقتش بالمرشي الحقيقة. المرة هذه إن شاء الله مش نراو الخير، خاطر هذه كانوا نصابة نتاع خذارة، هما ديجا كانوا خذارة لكن كانوا فارغين مش يستغلوا فيه. كان فيهم مسخ وكان فيهم كذا. تو بالنسبة للبرنامج الجديد إن شاء الله ولاو نصابي حوت هذوما. مش يوسعوا على هذوما متضايقين معناتها النصابه الاقدم متضايقين، مش ياخذوا من كل انستون معناتها يحطوا حوات لهنا، يولي كل واحد عنده قوس معناتها فهمتني، مش ينقصوا تقريبا 10 ولا 12 حوات من غادي، ومش يزيدوا تقريبا 4 ولا 5 جدد على الميدان، ومش تتحسن شويه خاطر الدخلين هذا كل مكان يدخل له حد، يجي استعباد تدور منا وتخرج دور منا وتخرج. تو بحول الله كي ظهر هكا المرشي وتحل وظهر ان شاء الله في وجاي سيد رمضان، ماشي توسعه هذه راهي كلها اكثريتها خاطر سيد رمضان، والصيف جاينا 3 شهور صحاحه بعد رمضان، مش يجي الصيف تجي السياحه وتجي اشقائنا الجزائريين، المرشي يولي مع كان ما يستعمل قاعده الاستيعاب نتاعو شويه، تو بالطريقه هذه ما تحسن 100% ان شاء الله، ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى كتجار، نكونوا في المستوى وننظفوا شويه المرشي ونوقفوا المرشينا، راهو مرشي باب جديد عمره لكن كان يوصل بالطريقه هذه، ما كانش كان ديما معروف بل حتى الوزراء تجي تقضي من هنا، وان شاء الله يرجع من جديد باب جديد معروف بلاد الحربي رمضان كل شيء معناتها، والبلديه هاي بدات تتحرك شويه وتوقف لنا شويه، وفما شويه نظام في النصابه لازم يتنظموا بامور قانونيه، نظافه، يحترموا الناظر، بحول الله ترجعوا احترموا الحرفاء، هذاك هو اللي هلك السوق من اللور، راهو شويه الهمجيه والتسيب والبلديه كانت مسيبه، توا في جديد ان شاء الله راهو خير، البلديه مش تخدم الراحه وان شاء الله راهو منها الخير، واحنا راهو منا كان الخير بطبيعتنا، احنا نلقطوا في خبزه ونبيعوا نكسبوا الحريف، كيما هو مش عطينا فلوس نعطيوا احنا حوت، تكون علاقه باهيه بيناتنا الزوز، وان شاء الله من حسن الى احسن. علاش قداش كلفه اشغال التوسعه؟ الاشغال على الكلفه عند البلديه والمهندس هذوما حوايج تخصهم هما. تسليم ان شاء الله قبل رمضان يكون؟ ان شاء الله ان شاء الله احنا ماذا بينا قبل رمضان، خاطر اذا كان دخل رمضان لازمنا نكونوا نخدموا، شهر رمضان شهر البركه والخير هذاك، ان شاء الله بحول الله لاني متاكد منه قبل رمضان.
ان شاء الله. عايشك بركة. عايشك مرحبا بك. صباح الخير. فما اشغال نتاع توسعة بالنسبة للمرشي بالجديد للحوت لكم انتم حاجة بها ولا؟ كيفاش حاجة بها؟ نورمال يسكروه معناتها ايامات. يا هما ديجا خدامة يخدموا على راحتهم وإحنا نخدموا على راحتنا. طب ولا حوت غبرة وكذا عليه توجيهات وكذا ما تجيش الحكاية. بالنسبة لكم انتم مش ولي عندكم معناها فضاء أوسع وتنجم أنت تنصب على راحتك تراها بادرة باهية من البلدية ولا؟ باهية باهية من العيد باهية باهية خاطر المرشي تو قبل النصبة كانت صغيرة معناتها فيها مترو تزلك ثلاث جرات ومو يكبروا فيها تولي أوسع باهية الحكاية مش خايبة هي. استحسنتوها أنتم كتجار. مالا شنو باهية. بالنسبة لأسوام الحوت غالي برشا برشا 25 و15 دينار. احنا يعني ما يساعدنيش يعني في عوضة ما نبيع في كيلو ولي بيع 10 كيلو بدي احط رخيص بدي غالي ما نبيعش لا يساعد الوكيل لا احنا. اسباب الاسباب نتاع ارتفاع الاسعار المدة الأخيرة. برشا اسباب باش نفسر لك برشا اسباب. منها؟ منها الطقس ما ثماش حوت منها المزود غالي منها الاحتكار تو كيفاش بدا ثما كمان 10 جرات يا خوهم واحد برك بدا عنده الفلوس يا خوهم واحد برك ومن بعد يولي يبيع على كيفه بدا خرج بينهم بالطرف وبيع سوم غالي الاحتكار معناتها الاحتكار هو الغالي. وسيط معناها يعطيك الصحة الوسيط هو الغالي. عايش بارك الله فيك. بارس عليك عاش. عسلامة. عسلامة سلام اختي. أنا بالحق شيء مبهت ياسر راهو كل شيء غالي. احنا راهو ريت لهنا والله العظيم نربحوا في دينار وساعات نبيعوا براس مالها باش الواحد ما يبداش يقعد. اما الهباء غادي كيف ناخذوا سلعه غاليه ويزيد يتشرط عليك يقول لك هز ولا خلي هذاك باش يغلبك يقول لك ما قلتلكش انا خوذ الواحد يتنس حتى احنا رانا كما المواطنين فهمتني نحسوا عن عائلات نخدموا عليهم الكل كل شيء غالي والبلاد فزت راه. اشغال توسعه مرشي باب جديد بالنسبه لكم انتم الحواته سمعنا اللي مش يعملوا لكم ديستون خاصين بكم انتم باش نجموا تنصبوا فيهم تستحسن البادره هذه ولا لا؟ هو فما ربي استحسنت البادره هذه تسمع فيها اما شنو ربي جبنا القسم اكثر من هذا ما نجم نقول حد شيء. توسيع المرشي مش يكون عنده معناها فضاء واسع باش الناس نجم تجي والمواطنين التونسيين تعرف اللي باب جديد هو قلب النابض نتاع مدينه سوسه العتيقه الناس الكل تهبط له توسيعه مش يكون فيها معناها مش يجيب برشا ناس ومش يخلي حركيه في السوق وما عادش يولي معناها سوق ذويق. هو ان شاء الله في الحاجه هذه الحمد لله خاطر قاعدين نشوفوا من حسن الى احسن في التوسعه وفيها احنا لقينا راحتنا وكل ما شيء وان شاء الله يجي المواطن وان شاء الله تتحرك البلاد شويه وربي يحرك اسبابها. بالنسبه للتوسعه نتاع المرشي كل شيء سافا معناها وقاعدين يحسنوا وهم قاعدين يركحوا لنا زاده في نصب وربي يجيب لنا القسم وان شاء الله البلاد هكا من حسن الى احسن. عايشك بارك الله. عايشك ميرسي على شفت. السلام عليكم. السلام. اشغال التوسعه نتاع مرشي باب جديد مش يزيدوا معناها نصب للحواته ترى حاجه باهي انت كتاجر نتاع اسماك؟ راه حاجه باهي تنظاف البرا يولي ما عادش فما انتصاب البرا وفما برشا عباد زواوليه فهمني ولا وقدم لهنا فما اللي ربي في اليتامى فما فهمني المال كاري فما اللي بعد ساكن في خربه اصل فهمني فباس يعاونوهم باش ما عادش ينصبوا البرا تولي البرا تنظاف يولي المرشينا نخدموه نحنا فهمني والناس الكل تخدم على الروح. هو ماهوش باش يطلب معنا حاجه مستحيله باش يطلب نصبه باش يهبط يطلب رزقه وكاو وتتفرهد والناس الكل تمشي مريقله فهمني حتى اللي كاري يولي يتفرهد فهمني يولي يخدم في نصبه يولي يخدم كل يوم فهمني يولي معناها فما انتاج ما يجيش الكاري مثلا راس الشر يقول له اعطيني حق الكرا كيما انا مثلا كاري يولي ندبر في راسي ما عنديش نصبه زاده وعندي توني لهنا عندي 17 عام لهنا وبابا من عام 80 يبيع في الحوت في السور باب الجديد فهمني وطلع قبل في عهد الزين 2003 2004 طلع فوق بوتو وطاح من فوق البوتو جاه الوالي وجاه بس مروان الحطاب فهمني ومعنا فهمني وطاح برشا مرات ويحب على نصبه وكذا وان شاء الله خويا اشغال التوسعه هذيا انت كتاجر اسمك تستحسنها وتساهم وترى اللي هي تساهم في مزيد من الحركيه للسوق وتنشيطه تساهم في التنشيط وتساهم في الناس كله وحتى البلديه تستنفع فما كل شهر يخلصوا في 72000 فهمتني ولا يولي البلديه تستنفع والدوله تستنفع هو يستنفع فهمني والناس الكل تستنفع وتحيه للجمهوريه الثانيه. بارك الله فيك. عايش. على السلامه. لا مال عندك ما حولك. رايك في الاسعار وخصوصا اسعار الاسماك؟ والله الاسعار مرتفعه ياك والقليل ما عادش خالص. انا واحد من الناس والله كيلو سردين انا شريت اليوم عندي ثلاثه ولا اربعه شهور. وصلت 5000 وصلت 4000 فهمت؟ اليوم ما يتاحت شويه معناها 3600 بنيت بالقليل انا ناخذ في 217 منهم الماء ومنهم الضوء فهمتني ولا لا بالله انت كيفاش والله الحمل نعرفه من عيد للعيد الحمل البقري لو شفت بك 20 الحمل البقري ب 27 ب 25 وب 24 وب 18 العلوش ب 26 الحوت فهمتني ولا بنيتي
القليل القليل هو الشور فهمتني ولا ناخذ فيه ب5000 فرنك الشور اقل حاجه بنيتي الله يقدر الخير وقعدنا حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت بنيتي الزوالي ما عادش لاحق فهمتني والله غالب على مراد الله الله يصلح رايهم جماعه دولتنا بيبالنا باش يرتفعونا شويه ويرجعونا فهمتني ولا لا المسؤوليه لقينا معناها كان اللي ينهب واللي يكذب واللي يبلبل بالباطل هكاك بنيتي الله يصلح رايهم الله يجعلها خير الله يجعلها خير الله يجعلها خير دولتنا هذيك هي حالها. صباح الخير. مرحبا بكم على سلامتكم. صبحت اسهم الخضره والغله في مرشي باب جديد اليوم. هبط شويه كانت غاليه بالحق هكا الايامات توا طاحت شويه. اعطيني كل حاجه قدر سومها. هذا مثلا طومسون 1750 تفاح 2800 كليمونتين 2500 الحلوب دينار 800 عندنا الليمبوسره 2250. التفاح اللي ب 4000. 4000 احمر خشين. الجناريه الجناريه الباكو ب 2000 الخس الكعب ب 500 الجلبانه ب 2300 كيلو خير تصدع عني الفجل الفجل ب 500 حزمه فما اقبال ولا ليه؟ شويه برا علاش؟ علاش بصت انتساب فوضوي والحوان والكوامن وكل شيء كل بلاصه ولا الحل حانوت عطار في الحومه حل مع الخضره مع جابتين العباد بكل لاحظنا مؤخرا اللي فما اشغال توسعه مرشي باب جديد، الاشغال هذه مش تساهم في زياده حركيه في السوق ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله نتمناو باش تعب نصب كل تعمر وذيك الساعه يخدم مرشي ينحوا الانتصاب الفضوي لبرا ولاو نخدموا بحول الله. نعطيكم الاسواق من مرشي باب جديد، مرحبا بكم. عندنا البطاطا دينار 300، عندنا الفلفل البقلوتي 5250، عندنا الطماطم 2250. أنا فلفل شعباني 2250 أنا البصل 2000 بصل أحمر خاطر مش وقته غالي شوية بالنسبة للفلفل هذا 6000 فقوس 5500 غالي شوية بالنسبة للقارص 980 البروكلو 1300 شو آخر أنا البيتنجالة 4500 خاطر مش وقتها قرع بوشوكة ب 2000 أنا البصل 980 بصل أخضر أنا سفنارية 600 بس 980 بس هذوما الاسوام تو قرعة الاحمر 1950 خضر ها فما قبال والله بالنسبة للقبال نقصتو الدنيا غالية شوية وميزرة وما فماش فلوس ما نكذبش عليك فهمت وربي يحسن العاقبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشروع مزيان برشا بالنسبة لتوسعة مرشي باب جديد شيء كبير حاجة افيكاس وفي قلب البلاد وهرة لبلادنا والسوسة والسياحة متاعنا وإن شاء الله حاجة برك نطلبها منهم يعدوا في الرخص يعدوا للناس اللي تستحق خاطر فما ناس عندها 40 عام وناس عندها 45 عام ما خذتش رخص إن شاء الله يا ربي يوقع العدل اللي يستحق رخصة ياخو هذا يساهم في القضاء على الانتساب الفوضوي وبإذن الله ينقص شوية الانتساب الفوضوي واللي ياخو رخص معناها ياخو رخصة ماك القدم معناها بتبيع باش يعاونك الانتساب الفوضي شو اللي يعاونه يولي معاه يجيب له الثلج يجيب له الماء يتعاونوا ايد واحده فهمني بالنسبه للحركيه في السوق خلي المواطن يدور في سوق مرشي باب جديد مش يدخل يلقى راحته المواطن يلقى راحته والاحترام قبل كل شيء الاخلاق الطيبه المواطن كي يلقى راحته والاتساع يولي يروم الباب جديد ويجي فهمني وكي يلقى اخلاق غير طيبه بتبيع المواطن يهرب فهمتي بنتي كتجار الاسماك مستبشرين بالبادره الطيبه منا بادره طيبه ومبادره كلها خير باذن الله قداش وقتاش تتسلموا السوق نهائيا قبل رمضان تقريبا العلم لله هذيك اشغال عند المقاول هو اللي يعرف اكثر منا احنا خاطر مره سكر باب جديد وقالوا شهرين اذا ربعه سير النسق سير الاشغال راها سريعه تقريبا قريب يكملوا الخدام لا هما تو يخدموا ليل ونهار الناس تخدم ارواحها وربي يعينهم ولاباس بارك الله فيك ان شاء الله باذن الله تونس بخير ان شاء الله ان شاء الله شكرا اللي بنت عايشك الى اللقاء عايشك سلام سلام عليكم انا نحب كان امي وبابا ودارنا نكرهها تونس كامله ما نحبهاش لا حاكم لا عباد لا حتى حد وكليك تستاهل ما نكذبش عليك واني ولد الساحل نسكن لهنا في حال غدران ولد الساحل وما نخاف كان من ربي وكل شيء غلا لهنا العباد ما عادش خلط على شيء وكل شيء غلا والحاكم سايب العباد لاباس عليهم وشاد عباد الزواولية وانا ديما ندور الموفي لهنا والبريمه ما عنده ما يعمل لي راه فهمني اما سايبنا من هذا كليكا
البلاد شعلت فيها النار، العباد ما عادش خالط على حتى شيء. والله يعني عندي اخواتي، اخويا الكبير يخدم بلاد العربي، عنده جمعه راخد في الدار، ما يحبش يهب عليه ما ثماش فلوس ويحكي لغه وكذا ولا باس عليه. يعني ما لا نحكي لغه لا نقري لا حتى شيء. البلاد هذه معطف يعوض واحد يعاونك يزيد يعفسك يعبس عليه، فهمتني؟ كل شيء غلى، العبد حتى يبدا عنده شويه فلوس ما ياخذيش الشر. ايش نعملوا هنا؟ بعدنا من المشاكل ومن الحبس ومن كذا، فهمتني؟ انا تو نمشي واحده واحده وان شاء الله ربي يفرج في البلاد هذه. كان يحبوا على الاجرام، انا يعني اكبر مجرم ونولي نضرب ونفك ونعمل برشا حاجات. عسلامه. سلامه. بعثوك تقضي اليوم؟ ايه. عطينا كلمه باهي للساحل تي في، قول نحب الساحل تي في ولا ديديكاس للساحل تي في؟ نحب الساحل تي في.